طيبات من ذكر الحكيم مع القارئ محمد السامي فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والآن مع كلمة لمثل النشاط ويحدثنا السبب الكريم المهدي ما دور هذا المثل ومتى تأسس. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لو من دواعي سرورنا وكمال فرحتنا مشاركتنا ضيوفنا الكرام في افتتاح هذا الملتقى الصيفي الأول الذي تحت عنوان نلتقي لنرتقي. بداية أشكر سيد وزير الوزارة المواصلات السيد عصام الفنوني على تكرمه حضور هذا الافتتاح، وكذلك أشكر سيد مدير مكتب إدارة التنمية الثقافية السيد حسين مجبري، وغير وأشكر أيضا باقي الضيوف الكرام من إعلاميين ومثقفين ومدراء. أريد أن أعطيكم فكرة على تأسيس مكتب النشاط. إن مكتب النشاط دعوني أشبه فكرة تأسيسه كمثل بذرة زرعت في حقل هذه الجمعية ولكنها سرعان ما استوت وأينعت ونحن نخطف أول ثمارها وهو المخيم الأول لجمعية النور المكوفين بعنوان نلتقي لنرتقي. الآن مع كلمة لرئيس الجمعية العمومية الأستاذ هشام الحرفي فليتفضل مشكورا. السادة أعضاء المؤتمر الوطني العام، السيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري لحكومة الإنقاذ الوطني، السيد مدير إدارة الطرق الرئيسية لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، السيد مدير إدارة التنمية الثقافية لوزارة الثقافة والمجتمع المدني، السادة وسائل الإعلام، أعضاء الجمعية العمومية، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نشكركم جزيل الشكر على تفاعلكم مع الملتقى الصيفي الأول للمكوفين، ونشكركم على مشاركتكم له. ويعد هذا الملتقى من ضمن الأهداف المنشودة التي أسست من أجلها جمعية النور للمكوفين، حيث أن هذا الملتقى
يحتوي على كثير من الفعاليات الثقافية والترفيهية والتوعية الحقوقية، فنسأل الله عز وجل أن يكون نافعا لنا جميعا. كما أنني أنتهز هذه الفرصة لأقدم أجمل وأبرك التهاني لأبنائنا الطلبة الذين نجحوا بتفوق في الشهادة الثانوية، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في مسيرتهم الجامعية. كما أنني أتقدم بشكر خاص للسيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق والنقل البري والسيد مدير إدارة الطرق الرئيسية بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بوقوفهم وقفة جادة بجانب هذه المؤسسة والتي تكمن في إحداث صيانة حقيقية لكل الطريق الرابط بين مرافق الجمعية، فنأمل أن تكون لهم تحية خاصة منا جميعا نحن الموقفين، ونسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم لما فيه خيري الوطن والمواطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. والآن مع كلمة لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ محمد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة الضيوف الكرام جميعا، السادة أعضاء جمعية النور المكفوفين، أبناء هذه المؤسسة العريقة، العاملين بها، الباذلين الجهد الأقصى في سبيل الرقي بهذه المؤسسة لكي تحقق الهدف الأسمى الذي أسست لأجله، وهو الرقي بالكفيف وجعله مواطنا عاملا مخلصا صالحا يؤدي ما عليه كي يطالب بحقوقه في هذه البلاد الطيبة. أرحب بكم جميعا باسمي وباسم أعضاء مجلس الإدارة، وأنتهز هذه الفرصة لأحيي بادئا ذي بدء السيد وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطرق على ما بذله من جهد في سبيل تيسير خدمة لهذه المؤسسة تمثلت فيما هو ظاهر للعيان من ترميم حقيقي وواضح لطرق الجمعية، وهو ما ييسر للكفيف وغيره من ارتياد هذه المؤسسة، وهو جزء مما نصت عليه القوانين المحلية في تيسير ارتياد المعاقين للمؤسسات العامة والخاصة، وهو جهد يذكر ويشكر، ونتمنى من كل مؤسسات الدولة وزاراتها أن تطبق ما جاءت به القوانين في تيسير ارتياد كافة المعاقين لمرافق الدولة سواء منها الخاص أو العام، وهو أمر قد نصت عليه حقوق المكفوفين والمعاقين بصورة عامة، ودل على ذلك ما صدر من قبل الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي بفضل الله ومنته صادق عليها المؤتمر الوطني العام في دورته بالعام 2013. ونتمنى من وزارة الشؤون الخارجية أن تعمل على تصديق أو إيداع هذا التصديق الذي لم يودع بهيئة الأمم المتحدة إلى هذه الساعة، وهو ما يعتبر نقيصة في عمل وزارة الخارجية، نقولها بصراحة، لأننا ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة لتفعيل هذه الاتفاقية، وهي التي من خلالها يستطيع كل معاق أن يطالب بحقه من الحكومة أو الدولة بصفة عامة أو من المؤسسات المعنية. ثم إني أعرج على مكتب النشاط الذي استحدث لأول مرة أن يكون مكتبا خاصا بالنشاط العام بهذه المؤسسة
وأستلهم من هؤلاء الشباب الحمية والحماسة والنشاط والإصرار على تقديم ما يمكن تقديمه لأبناء هذه المؤسسة من تثقيف وتعليم ومناشط رياضية والدفع بهم للاندماج والتواصل لكي يحث الخطى في سبيل تحقيق شخصيتهم الذاتية، ثم يعود ذلك على المجتمع بصورة عامة. لا أطيل عليكم وأعيد الثناء والشكر على كل السادة الحضور الذين شاركوا هذه المؤسسة في هذا الافتتاح لهذا الملتقى الأول للمكفوفين، ولكم جزيل الشكر. السيدات الفضليات، شبابنا المتفوق في هذا الصباح، ما أحوجنا حقيقة إلى مثل هذه المناشط الثقافية والبرامج التنموية، وملتقاكم هذا من أجل الارتقاء بعزمكم هذا ومبتقاكم هذا له برهانا واضحا على صدق توجهكم وإخلاصكم من أجل تعزيز الدور الثقافي المنوط، وأن مثل هذه التوجهات التي تعكس إرادتكم الخيرة ما هي إلا دليلا والإبراسا يضيء الطريقة أمام الباحثين عن المناخ الثقافي الأميز، وطريقكم هذا سيكون له جميع الأثر في قلوبنا وقلوب المهتمين. ووزارة الثقافة والمجتمع المدني تحت رعاية معالي السيد يونس حسن لا تدخر جهدها في سبيل رصد وتشجيع مثل هذا التميز ومثل هذا الأداء الرفيع وتميز شباب جمعية النور للمكفوفين هذا الصباح من أجل الارتقاء بالارتقاء. نشكر حسن استقبالكم وكرم الضيافة، ووفقكم الله تعالى ووفقنا الله جميعا وزارة الثقافة والمجتمع المدني إدارة التنمية الثقافية. وتعريجا على الزيارة التي قام بها السيد منسق جمعية النور للمكفوفين الأسبوعين الفائتين لسيادة معالي وزير الثقافة، وزيارة التي قام من خلالها بجولة ميدانية لإدارة التنمية ومنها في بعض إدارات وزارة الثقافة والمجتمع المدني، كان قد من خلال اللقاء كان قد وعدهم السيد معالي وزير الثقافة بتوفير قناة راديو خاصة بجمعية النور المكفوفين عن طريق المنصة، وبلغكم رسالة مفادها أنكم سوف تتقدمون بأفضل عرض شراء الأجل، ونحن وزارة الثقافة سنتكفل بالباقي. شكرا. وهذه الصراحة بشرى أكثر من رائعة لكل المكفوفين أكيد، لانتباه راديو عن المنصة إن شاء الله ليصل صوت المكفوفين لكل الليبيين والليبيات وإن شاء الله لكل العالم العربي والإسلامي إن شاء الله. والآن مع فقرة التكريم، عندنا فقرة للتكريم مع ضيوفنا اللي شرفونا اليوم وما شاء الله عليهم منورينا ومنورين هذه القاعة أكيد. التكريم دون ما يستحقه الذين بذلوا الجهد في سبيل تقديم هذه الخدمة المباشرة لا يسع مجلس إدارة الجمعية ومكتب رئاسة الجمعية إلا أن يقدموا أقل القليل، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله. التكريم متمثل في درع باسم الجمعية وشهادة تقدير الباش مهندس عصام التموني، فليتفضل. بارك الله فيكم باش مهندس، الله يوفقكم، شكرا لكم إن شاء الله. سيد مهندس سامي العبش مدير إدارة الطرق الرئيسية بجهاز تنفيذ مشروعات مواصلات. مرحبا سيدي، بارك الله فيكم، ان شاء الله يبارك قدر الجهود، ان شاء الله تزال الحسنات، بارك الله فيكم. شكرا لك استاذ حسن المجبري مدير اداره التنميه الثقافيه بوزاره الثقافه والمجتمع المدني. محمد المستر حسن، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم شباب، بارك الله فيكم. أخيرا أشكر الجميع وأرجو الله العلي القدير أن يوفقنا للنهوض بفئة المكفوفين، وإننا رغم الصعاب التي تواجهنا في إدارة الجمعية إلا أن رئاسة الجمعية ومجلس الإدارة يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق أقصى أهداف الجمعية. نشكركم جميعا وأدعو الجميع لمشاركتنا فتح الطريق
من جهة الباب الشمالي قرقارش، فليتفضلوا مشكورين. أدعو السيد الوكيل.